اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. كريم سعيد، ازيك كريم؟ ده كابتن اسلام، الحمد لله. خلونا نتكلم عن مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم احمد في السعوديه لكره القدم، مواعيد المباريات والكامله بقى، واول ماتش الاهلي في البطوله وصور تاريخ البطوله. قبل ما نبدا بس الاول بنتمنى الشفاء العاجل طبعا للاستاذ عمرو فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، نتمنى ان شاء الله ان هو يرجع بالسلامه ويكون وعكه صحيه كده ان شاء الله وتعدي على خير باذن الله. طبعا فلومينينزي دلوقتي خلاص اخذ بقى بطل امريكا الجنوبيه، فالمواعيد بتاعه كاس عام للانديه هنقولها للناس كلها ان شاء الله. اول مباراه للنادي الاهلي في كاس عام للانديه هتبقى يوم 15 ديسمبر يوم الجمعه الساعه 9 بالليل في جده في السعوديه. يبقى اول مباراه للنادي الاهلي في كاس عام للانديه 15 ديسمبر الساعه 9 مساء بتوقيت مصر، هنلاعب الفائز من اتحاد جده السعودي اللي هو حامل لقب الدوري السعودي، واوكلاند سيتي بطل قاره اوكيانوسيا. ان شاء الله ان شاء الله في حاله الفوز النادي الاهلي هيبقى المباراه الثانيه ليه هتبقى يوم الاثنين، يبقى اول مباراه يوم الجمعه 15 ديسمبر، النص النهائي هيبقى الاثنين 18 ديسمبر الساعه 9 مساء برضو. الناحية التانية هيبقى أوراوا الياباني وليون المكسيكي هيبقى يوم الجمعة 15 ديسمبر، بعد كده الفايز منهم هيلاعب مانشستر سيتي يوم 19 ديسمبر، والمركز الثالث والرابع هيبقى يوم 22 ديسمبر هيبقى الساعة 5:30، والنهائي هيبقى يوم الجمعة 22 ديسمبر الساعة 9. يعني كل الماتشات الساعة 9 ما عدا الماتشين اللي هيبقوا الساعة 5:30، ماتش الثالث والرابع وماتش أوراوا الياباني وليون المكسيكي. طبعا النادي الاهلي عنده فرصه كويسه جدا في كاس العالم ده ان شاء الله، ان هو في ظل التواجد الجماهيري النادي الاهلي اللي دايما لسه شايفينها النهارده في السعوديه بتكون الدعم الاول ليه في كل البطولات، فان شاء الله النادي الاهلي عنده فرصه كويسه. اتحاد جده كمان سادس الدوري السعودي السنه دي، يمكن ما بيمرش بافضل احواله. بطل كاس العالم للانديه بيحصل على 5 مليون دولار، الوصيف 4 مليون دولار، الثالث بياخد 2.5 مليون دولار، الرابع بياخد 2 مليون دولار، الخامس مليون دولار، السادس 500,000 دولار. يمكن تميمة البطولة لو معانا الصورة نعرضها، تم الإعلان عنها هذا الأسبوع، تميمة كأس العالم للأندية أعلنوا عنها، هي تحت مسمى الهداف مستوحاة من كرة الرمال عندهم في السعودية. التميمة بتاعتهم اسمها الهداف، فإحنا لو دي صورة تميمة كأس العالم للأندية وده التميمة بتاعتهم اللي هي الهداف. لو نقدر برضو نجيب الفرق هنلاقي برضو اللي احنا قلنا عليه، ان اول ماتش للاهلي برضو عشان الناس تكون يعني حافظه الميعاد ان شاء الله، البطوله هتبقى من 12 ديسمبر ل 22. معلش قبل ما نكمل كلامنا خلينا نشوف بيان صغير جدا كده من النادي الاهلي فيما يخص العمري فاروق. العمري فاروق يخضع الى جراحه دقيقه، دعواتكم. تعرض العمري فاروق نائب رئيس النادي الى وعكه صحيه طارئه بعد ظهر اليوم، على اثرها تم نقله الى احد المستشفيات وتلقى الإسعافات الأولية، ثم خضع إلى جراحة دقيقة في المخ ويمكث حاليا بالعناية المركزة. خالص دعواتكم ليمن الله عليه بالشفاء العاجل. مرة تانية، العمري فاروق يخضع إلى جراحة دقيقة، دعواتكم. تعرض العمري فاروق نائب رئيس النادي إلى وعكة صحية طارئة بعد ظهر اليوم، على إثرها تم نقله إلى أحد المستشفيات وتلقى الإسعافات الأولية، ثم خضع لجراحة دقيقة في المخ ويمكث حاليا بالعناية المركزة. خالص دعواتكم ليمن الله عليه بالشفاء العاجل. تقريبا ده الكلام اللي أنا قلته لحضراتكم في بداية هذه الحلقة، وزي ما قلت لحضراتكم الأستاذ العمري فاروق يحتاج إلى دعاء الجميع. كمل يا حضرتك. طبعا يبقى اول ماتش للنادي الاهلي ان شاء الله هيبقى في كاس عالم للانديه هيبقى يوم الجمعه 15 ديسمبر الساعه 9، ده هنلاعب الفايز من اتحاد جده واوكلاند سيتي. ده كان يعني كان باختصار كده حاجه مقدمه على كاس عالم للانديه عشان الناس تبدا تحفظ المواعيد، والبطوله هتبقى من 12 ديسمبر ل 22 ان شاء الله. طيب من مونديال كره القدم لمونديال كره اليد يا كريم، مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم النهارده ومواجهه برشلونه ان شاء الله يوم الخميس الساعه 6. طبعا في البدايه 7 بتوقيت القاهره 6 7 بتوقيت السعوديه 6 بتوقيت القاهره. طبعا في البدايه كامل امنياتي للوزير العام فاروق اكيد بالشفاء العاجل ان شاء الله، يمر من الوعكه الطارئه اللي حدث النهارده، وحسب الاخبار اللي جايه يعني الحمد لله العمليه تكون تمت بنجاح، وان شاء الله ننتظر من 24 مش قبل 24 ساعه 48 ساعه ان شاء الله الاستقرار
الوضع، وربنا يصبر يعني يكون في عون اهله في الوقت الحالي ويصبرهم، وان شاء الله باذن الله باذن الله بعد 48 ساعه كلنا ان شاء الله يعني نقول للكابتن عامر فاروق بالعوده ان شاء الله يا رب ان شاء الله باذن الله. طبعا بالنسبه لكره اليد اكيد النادي الاهلي النهارده بدا البطوله بفوز ان احنا نطلب حاجه من اللعيبه فوق طاقتهم، لانك بتلعب واحد بطل اوروبا نادي برشلونه، عندهم مجموعه من اللاعبين مميزين جدا جدا من فرنسا، فريق طبعا اكيد هو مرشح لاول بطوله. ماتش النادي الاهلي اعتقد اللعيبه هتحاول ان هي تبرز في مهاراتهم قدام بطل اسبانيا وبطل اوروبا. ما اقدرش احط بصراحه تارجتس كبيره على الفريق، بس اكيد طبعا برضو نظام البطوله يا كابتن اسلام في وجهه نظري يعني برضه لازم تدي مساحه انك تعمل تاهل للمتصدر والوصيف، ما تسيبش الموضوع للمتصدر بس. الموضوع صعب جدا بصراحه، مجموعه من 3 فرق بتاهل المتصدر فقط، لكن اعتقد يعني لو في مساحه انك كنت تاهل المتصدر والوصيف، بس طبعا اكيد كنت تعمل دور 8 قبل ما تعمل سيمي فاينل. عارفين نظام البطوله 4 مجموعات بياخد المتصدر فقط، في وجهه نظري كان ممكن يديها يعني شويه تنافسيه زياده. لكن دلوقتي انت طبعا اكيد كل مجموعه انديه اوروبيه طبعا في كره اليد اكيد متفوقه بشكل واضح عن بقيه انديه افريقيا او حتى انديه اسيا. ففي الاخر انا بصراحه يعني شايف ان المشاركه نفسها في حد ذاتها طبعا انجاز كبير، ونلعب مباراه للمتعه وان احنا نظهر امكانياتنا. لكن بكل امانه ما حدش يطلب من لعيبه النادي الاهلي يعني ما يفوق قدراتهم يوم الخميس انك بتلعب في الاخر. ايوه بس خلي بالك احنا كمان كنا لسه بنلعب برشلونه من شهرين اعتقد في بدايه السنه، كان فرق 4 أو 5 بس يعني كان الفرق في الاول 14 او 12 حاجه كده، وبعد كده رجعنا في كره اليد. لا لازم نخلي بالنا من حاجه، طبعا انت بتلعب اليد غير كره القدم، لما الفرق بيتسع الثمان فرق ما بتلعبش بكامل قوتها وهي والفرق متسع. يعني انا فاكر المباراه دي كان في جاب في البدايه، بس في الاخر كل حاجه برضو وجود النادي الاهلي النهارده احنا بنتكلم الموسم ده، وجود النادي الاهلي في بطوله مونديال كره اليد، وجود النادي الاهلي في مونديال كره القدم، اعتقد كمان في مونديال في لعبه ثانيه بنلعب فيها السله خلصناها بالظبط في الباسكت. ففي كل البطولات دي في موسم واحد بتقول برضو النادي الاهلي نجح كبراند ان هو يتواجد في كبرى البطولات العالميه، واعتقد تحيه للفريق كره اليد بان هو وصل لهذه المرحله. طيب ثابت، شفت مكاسب النادي الاهلي من بطوله الدوري الافريقي ازاي؟ اذا كان هناك مكاسب. لا في مكاسب طبعا، اولا الاحتكاك الافريقي، الخبرات، بعض اللعيبه اللي انت بدات تظهر بشكل كويس. انا شايف ان اكرم توفيق واحد من اهم المكاسب اللي ظهرت في مباراه سان داونز الاخيره، قدم مباراه هايله 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 في الماتش الثاني. صراحه انا شايف ان النادي الاهلي اقوى فرقه في البطوله كلها، التوفيق بس كان ما كانش حالفنا في المباراه. يعني انا اتفرجت على مباراه سان داونز والوداد، واتفرجت على مباراه النادي الاهلي مع سان داونز. النادي الاهلي قدام سان داونز عمل ماتش يعني كويس جدا، هايل، عملنا محاولات كتير، يمكن كان ناقصنا التوفيق او نقص اللمسه الاخيره، ممكن الجانب البدني بتاعنا في الشوط الثاني ما كانش افضل حاجه، لكن انت عملت شوط اول ومباراه ممتازه عكس الوداد. الوداد قدم مباراه كويسه ولكن مش نفس الاداء اللي عمله النادي الاهلي. المباراه كانت سجال ما بين الوداد وسان داونز، لكن مباراه الاهلي وسان داونز كانت مباراه من جانب واحد النادي الاهلي. برضو مباراه المقاولين الاخيره بيرجع لك واحد زي طاهر محمد طاهر، واحد زي كريم الدبيس بتكسبه في الدوري الافريقي بشكل كويس جدا كباك ليفت، بتبدا تطمن مع غياب علي معلول ان يبقى عندك باك ليفت شاب زي كريم الدبيس تقدر تعتمد عليه بشكل كويس. واحد زي احمد نبيل كوكا لما اعتمدت عليه واديته الخبرات الافريقيه دخل بقى فيه منافسه مع مروان عطيه، مع علي وديانج، مع امام عاشور. برضو الحاله اللي بيمر بيها امام والروعه اللي فيها امام عاشور واستمرار تالقه دي حاجه برضو تدينا برضو نوع من الامان، غير المكسب المادي بقى للنادي. النادي الاهلي حصل على 1.7 مليون دولار، ده مكسب كويس جدا، بيعلمنا ان احنا برضو في البطوله زي دي بعد كده ان احنا ممكن نستعد ليها، نعمل فتره اعداد تكون عشان نكون جاهزين بدنيا اكتر من كده، بحيث ان البطوله دي انا شايفها البطوله دي هتبقى مهمه في السنوات اللي جايه، خاصه طبعا مع الفلوس. انت بتتكلم ان البطل بياخد 4 و3 والوصيف 3 مليون دولار، اعتقد ان هي بطوله مهمه، وان شاء الله لو نجحت هيزودوها اعتقد يعني. وممكن تبقى السنه الجايه في محاوله ان هي تبقى اكتر في عدد الفرق من 20 فرق 20 فريق يعني. السنه الاولى وقت، بس السنه الجايه ممكن يلاقوا لها وقت. فان شاء الله تبقى بطوله الدوري الافريقي يعني كان ليها مكاسب.
كتير للنادي الاهلي. ان شاء الله نعوض بقى في الفتره الجايه، عندنا دوري وعندنا لغايه شهر 12 عندك دوري وعندك كاس مصر مع الفايز من الزمالك وبيراميدز يوم الاربعاء بكره هيلعبوا بعض، وبعد كده عندك بطوله السوبر، فعندك ثلاث بطولات لغايه يناير، وعندك دوري ابطال افريقيا وعندك كاس مصر، فانت لا عندك بطولات كتير ان شاء الله نقدر نعوض فيها يعني. كريم، دروس مستفاده ايضا من الدوري الافريقي من وجهه نظرك؟ طبعا اكيد كان في بخلاف طبعا الزعل من الخروج من السيمي فاينل، اكيد طبعا كان في مكاسب، بس خليني الاول يا كابتن اسلام اقول لك خبر عاجل يخص يعني النادي الاهلي. اتحاد جده اعلن رسميا منذ خمس دقائق اقاله المدير الفني نونو سانتو، وطبعا واضح جدا جدا الخلافات اللي حصلت في المباراه الاخيره مع كريم بنزيما بعد ما تاكد ان هو حصل تراشق لفظي ما بين الطرفين بين الشوطين. فين؟ في ماتش الاخير، ماتش في دوري ابطال اسيا مع القوه العراقي. مع القوه العراقي بين الشوطين، بين الشوطين نونو سانتو كانش راضي عن الاداء، دخل اوضه اللبس زعق للعيبه، ويعني اتقال ان هو وصفهم باوصاف مش كويسه، فكريم بنزيما هو اللي قام بالرد عليه، حصل نونو سانتو رد عليه، فواضح كده الخناقه اصلا بدأ ما بين الطرفين من فتره. كان في بيحاول تهدئه، لكن طبعا خلاص واضح ان طبعا خناقه زي دي استحاله نونو سانتو يقدر يكسب لاعب بحجم كريم بنزيما فيها، وواضح ان كريم بنزيما قال يعني ما يفيد لو نونو سانتو كمل انا همشي مش هكمل يعني. فخلاص قامت اداره نادي اتحاد جده بإقالة نونو سانتو، وبالتالي هي يعني الفريق في وجهة نظري هيمر طبعا بمرحلة أكيد فنيا صعبة شوية، المدير الفني الجديد عقبال ما يجي وشيلدر الألماني على ما سوري الهولندي على ما أعتقد يقال هو أبرز المرشحين، لكن يعني بس في الآخر أي اسم تعرف طبعا في وسط الموسم لما بيجي مدير فني على فريق، وكمان فريق مش يعني برضه أنت عندك معلمين كتير في الفرقة، مش موضوع مش بسيط، بتحتاج وقت عشان تقدر تسيطر وتقدر النهارده تحط. فان شاء الله باذن الله في وجهه نظري يعني القرار ده يبقى في مصلحه النادي الاهلي. فيما يخص بقى الدوري الافريقي، طبعا احنا بنتكلم عن النسخه الاولى، ودايما النادي الاهلي في اي بطوله في النسخه الاولى بناخد وقت، حتى انا فاكر في دوري ابطال افريقيا لما تحول في سنه 97 للشكل الجديد، والنادي الاهلي بعد كده خد قرار بالعوده، والنادي الاهلي لعب اول بطوله في دوري ابطال افريقيا لما عمل نظام المجموعات بقى في دور الثمانيه، لعبناه في 99 وكان معانا الرجاء البيضاوي المغربي كان في دور المجموعات، وكان ساعتها اللي بيتأهل المتصدر بس. النادي الاهلي خد فتره عشان يدرس البطوله. انا بشوف واحده من النقط المهمه لينا السنه دي يا كابتن اسلام ان هي تجربه لينا واضحه مع سان داونز على وجه التحديد، لان طبعا في احتمال مش قليل ان المواجهه دي تتعاد في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله، واحنا معتادين عليها يعني في السنوات الاخيره. فمهم قوي نبقى فعلا بجد انا نفسي نعمل يعني سان داونز بدايه من السنه دي مع مكوينا يتحط كده على جنب في تعاملنا معاه، لان النهارده مواجهات الاهلي مع سان داونز مع مكوينا على وجه التحديد بقى ليها شكل مختلف. طبعا الوداد انا متفق جدا مع ثابت ما قدمش مباراه قدام سان داونز زي النادي الاهلي، الشوط الاول امتياز بصراحه في مباراه العوده، لكن ما كانش فيه توفيق، ورب سبحانه وتعالى ما كانش كاتب لنا ان احنا يعني نقدر نتقدم في الشوط ده. الشوط ده في وجهه نظري النادي الاهلي كان خرج بس 1-0، كان سان داونز في الشوط الثاني اعتقد هيفتح خطوطه بشكل اكبر وكان هيدي مساحه، لكن خلاص قدر الله ما شاء فعل. واحده من اهم النقط في وجهه نظري ان انت عملت بروفا مع الانديه الكبيره في افريقيا لما هو قادم في وجهه نظري في دوري ابطال افريقيا، واللي انا احس برضو ان شاء الله ان ربما هذا الانديه الثمانيه اللي هم شاركوا في الدوري الافريقي بدايه من دور ربع نهائي هنشوف مش اقل من ست انديه منهم هيبقوا في دور الثمانيه. صحيح. في دوري ابطال افريقيا هنكمل كلامنا، ولكن خليني اقول لحضراتكم ان بيان هنطلعه على الشاشه دلوقتي، بيان من نادي الزمالك بيعرب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للسيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال مباشرة مهام عمله بالنادي الأهلي اليوم، ويتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك الشفاء العاجل لوزير الرياضة الأسبق. مرة تانية
بيان من مجلس إدارة نادي الزمالك بيقرب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للسيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال مباشرة مهام عمله بالنادي الأهلي اليوم، ويتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك الشفاء العاجل لوزير الرياضة الأسبق. طبعا كلمات مهمة وبيان مهم من مجلس إدارة نادي الزمالك. زي ما حضراتكم شايفين كان بداية كلامي مع حضراتكم في حلقة اليوم أن هناك بعض الأمور أو بعض البرامج التي تحاول أن تزرع الفتنة والتعصب خلال هذه الفترة، على الرغم من حالة الهدوء والاحترام المتبادل ما بين مجلسي إدارة نادي الأهلي ونادي الزمالك الحقيقة في كل الأمور مش في الأمر ده فقط. فبالتالي كل الأمور أرجو من الجميع أن يهدأ خلال الفترة اللي جاية بعض البرامج التي تحاول إثارة الفتنة وتحاول إثارة التعصب. من فضل حضراتكم الأمر لا يحتاج إلا إلى التكاتف خلال المرحلة القادمة. منافسة تبقى منافسة شريفة من خلال الملعب، من خلال مرة تانية أنا بقول لحضراتكم لو أنا عايز أجيب لعيب من أي مكان في العالم، النادي الأهلي لو عايز يجيب لعيب من أي مكان في العالم هيروح يجيبه طالما يحتاجه فنيا وطالما يملك المبالغ اللي يقدر يجيبه بيها، غير كده ما يفرقش معانا اي حاجه. فالمنافسه تظل دائما منافسه شريفه سواء جوه الملعب او خارج الملعب ان شاء الله ما بين الناديين الكبيرين نادي الاهلي ونادي الزمالك. اتفضل يا كريم. خلصت؟ خلصت. طيب احمد، بكره مباراه سيراميكا كليوباترا، قول لنا تشكيل سيراميكا المتوقع من وجهه نظرك. طبعا فريق ماتش بكره ماتش صعب، فريق سيراميكا مع كابتن ايمن الرمادي واحد من المدربين الممتازين اللي لسه كاسبين بيراميدز في المباراه الاخيره 2-0. يمكن هم لو استعرضنا التشكيل بتاعهم هم بيلعبوا بال 4-3-3، طريقه لعبهم قدامنا التشكيل على الشاشه بيلعبوا بال 4-3-3. اعتقد ان التشكيل بكره مش هيختلف، نفس التشكيل اللي بدا بيه بيراميدز بدا بيه المباراه اللي قبله. في حراسه المرمى محمد بسام، واخذ رجله المباراه في مباراه سيراميكا وبيراميدز. الاثنين المساكين رجب نبيل واحمد رمضان بيكهام. الباك رايت احمد هاني اللي هو الباك اليمين. الباك الشمال محمد شكري، وده واحد من اللعيبه طبعا المعاره من النادي الاهلي اللي عامله اداء كويس مع سيراميكا. الثلاثه اللي في وسط الملعب محمد عادل هو اللي بيمثل الاربعه اللي هو اللعيب الارتكاز اللي قدام الاربع مدافعين، واثنين بيكملوا اثنين ثمانيه نفس طريقه لعب النادي الاهلي. احمد جندوزي اللي هو عامل اداء هايل معاهم الموسم ده واحد وهداف الفريق. محمد ابراهيم هو الارتكاز، الاثنين اللي بيكملوا جندوزي ومحمد ابراهيم. الاثنين اللي على الاطراف اجوله، واجوله ده يعتبر ثاني اخطر لعيب في الفرقه السنه دي برضو بعد احمد جندوزي، ومحمود زلاكه اللي هو اللعيب المفاجاه اللي هنتكلم دلوقتي على تحركاته. بس هو صدق اجوله موقوف يعني عشان انت بتقول العام في الشكل العام في نفس تشكيل مباراه بيراميدز اللي فات. وجون ابوكا المهاجم طبعا اللي احنا كلنا عارفينه، يمكن ده التشكيل اللي هم بيلعبوا بيه طول السنه يعني سواء 4-3-3. نتكلم على اهم حاجه عندهم وسط الملعب، محمد عادل هو اللعيب الارتكاز الدفاعي والاثنين اللي بيزيدوا. لو شفنا ارقام النادي الاهلي وارقام سيراميكا في الدوري السنه دي هنلاقي ان سيراميكا يمكن لعب مع الكابتن ايمن الرمادي لعب 5 مباريات، لو استعرضناها حتى هنلاقي ان هو لعب 5 مباريات، كسب مباراتين اتعادل مباراه وخسر مباراتين. النادي الاهلي لعب 3 مباريات بس طبعا، كسب الثلاثه وما تعادلش ولا مباراه وما خسرش ولا مباراه. سجل اهداف النادي الاهلي جاب 9 تجوان في 3 ماتشات بمعدل 3 اهداف في المباراه الواحده، اما نادي سيراميكا مسجل 8 اهداف في 5 مباريات بمعدل 1.6 هدف في الماتش الواحد. بالنسبه للدفاع اللي استقبل الشباك، النادي الاهلي استقبل هدفين في 3 ماتشات. نجيب الصوره اللي بعدها نلاقي ان النادي الاهلي استقبل هدفين في 3 ماتشات، النادي سيراميكا استقبل 4 اهداف في 5 ماتشات. الشباك النظيفه النادي الاهلي مباراه واحده من 3 مباريات، نادي سيراميكا 2 مباراة من 5. ده ياكد ان سيراميكا على المستوى الهجومي كويس، لكن على المستوى الدفاعي عندهم مشاكل دفاعيه نقدر ان احنا نستغلها. نسبه الاستحواذ لسيراميكا تصل الى 58% في ال5 مباريات، وده رقم كويس، دليل ان الفرقه دي بتستحوذ، بتعمل 361 تمريره صح في الماتش الواحد، دليل ان هم بيعملوا تمريرات كتير. يمكن النادي الاهلي بيعمل 354 تمريره صح في الماتش الواحد. متوسط استحواذ النادي الاهلي في اول 3 ماتشات 53.7. اهم رقم بقى معدل المحاولات. بكره مباراه فرقتين هجوميين، النادي الاهلي بيعمل في الماتش الواحد 15.3 محاوله، نادي سيراميكا بيعمل 15.4. فده تاكيد ان كابتن ايمن الرمادي طريقته هجوميه
هداف الفريق هنا بيرسي تاو مسجل 4 أهداف، وهنا أحمد جندوزي مسجل 4 أهداف. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نشوف انفوجراف عن مشوار النادي الأهلي في دوري العام. كريم، شايف في مباراة بكرة ازاي؟ والله يا كابتن اسلام، يعني انا عايز نعمل كده مقارنه بسيطه ما بين مباراه بيراميدز الاخيره ومباراه بكره. انا في وجهه نظري الكابتن ايمن رمادي هيكرر نفس اللي عمله قدام بيراميدز. اتفرج على المباراه دي، نادي سيراميك كليوباترا لعب بسيستم ممتاز جدا يناسب اسلوب لعب بيراميدز، اللي هو ان برده النادي الاهلي شبيه بيه. وهدي بعض الارقام لتوضح اللي احنا بنتكلم فيه. نادي بيراميدز قدام مع نادي سيراميك كليوباترا في كاستحواذ بنتكلم 60-40 لبيراميدز. عايز اقول لكم رقم يوضح لك شكل الماتش اللي ما شافش الماتش كان عامل ازاي. نادي بيراميدز عمل 431 تمرير مقابل 166 تمرير فقط نادي سيراميكا. ده يبين لك، والماتش خلص يا جماعه 2-0، مش 2-1 ولا 1-0، 2-0 النادي سيراميكا. وكان عندهم برضو بصراحه كام فرصه اخرى كان ممكن يزودوا بيها الغله التهديفيه. في المقابل طبعا نادي بيراميدز عمل هجمات خطيره جدا، بس كان حظهم سيء في الفينش. الاكسبكتد جولز في المباراة دي يا كابتن اسلام 1.5 لنادي بيراميدز في مقابل 0.5 لنادي سيراميكا. فده برضه يبين لك قد ايه نادي كابتن ايمن رمادي ازاي عرف يحجم نادي بيراميدز، ساب له الكورة وما اعتمدش على لعبة الاستحواذ معاه. ممكن يلعب لعبة الاستحواذ دي مع فرق اخرى، لكن ما يلعبهاش مع بيراميدز، مش هيلعبها مع الزمالك، مش هيلعبها مع الاهلي، مش هيلعبها مع الفرق الكبيرة. وبالتالي انا بشوف ان مباراه بكره ان شاء الله هنشوف فيها نسخه من مباراه سيراميكا قدام بيراميدز. الكره نادي سيراميكا هيسيبها خالص تماما للنادي الاهلي، وهيعتمد على الهجمات المرتده في وجود معاه 2 بلاي ميكرز بيلعبوا مع بعض بشكل مميز جدا، محمد صحيح. ابراهيم والقندوسي الاثنين ربما يعني دايما نقول ايه، لما يكون في 2 معلمين في وسط الملعب ممكن اللعب يقف، انما بصراحه الاثنين مع بعض عاملين دويتو اكثر 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 من رائع. خصوصا طبعا القندوش، شفنا الهدف بتاعه الاول في مرمى نادي بيراميدز، هدف مميز. وضيف بقى على الاثنين معلمين دول قدامهم واحد فعلا مهاجم ممتاز جدا، مهاجم هجام قوي للغايه، بيلعب بره منطقه الجزاء بشكل مميز، بيلعب داخل منطقه الجزاء بشكل مميز، هو جون ايبوكا. وكمان بصراحه صديق اوجولا كان موجود، يعني من حسن حظ النادي ان هو موقوف، بس برده الولد على الطرف بشكل مميز جدا. بس برضو حاجه مهمه برضو ان احنا نعرفها، ان نادي سيراميكا من يعني الارقام السيئه دي عنده رقم مميز جدا، عنده ان هو عمل 15 محاوله على المرمى، منهم 4 محاولات على المرمى، يعني ال 15 دول كتوتل، الاربعه بين 3 خشبات. نادي بيراميدز في التوتل بتاعه 4 على 3 خشبات. ده معناه ايه؟ ان كابتن ايمن رمادي مخلي فرقته عندها نجاعه، يعني لما بروح بهجمه مركزه واللعيبه بتركز فيها، ان انا مش هقدر اروح للفرق دي كتير. وبالتالي يجب على دفاع النادي الاهلي يبقى عارف سيناريو اللعب ده، والسيناريو ده يا كابتن اسلام الاهلي بيشوفه كتير، وحتى شفناه في ماتش اتحاد العاصمه، وقلنا ان في فرق كتيره قدام النادي الاهلي مش هتهاجمك. الفريق في وجهه نظري الوحيد في افريقيا اللي هيلاعب النادي الاهلي راس براس هو صن داونز. بخلاف صن داونز كل الفرق هتلعب بالاسلوب صن داونز في جنوب افريقيا. لا في جنوب افريقيا بالظبط كده. فلكن مباراه بكره دي سيناريو متكرر، فمهمتنا بقى ان انت ما تاخرش التقدم. كل ما هتاخر الضغط بتاع الوقت هيزيد عليك انت، وبيريح اللي قدامك، وانت كمان بتجبر كل المدافعين بتوعك يطلعوا لقدام، فبتتساب مساحات خلفيه. فالمباراه دي من اهم العلاج فيها انك تبقى الهدف بتاعك مبكر وتقضي على التنافسيه بشكل مبكر عشان تريح نفسك في بقيه المباراه. ابرز اللاعبين في سيراميكا كليوباترا هنتكلم رقمي وهنتكلم بالحالات. اول حاجه نستعرض الارقام نشوف يعني مين الهداف عندهم. هداف الفرقه احمد جندوزي اللي هو المعار من النادي الاهلي، مسجل 4 أهداف السنه دي مع سيراميكا. الاكثر صناعه للاهداف صديق اجوله عامل 3 أسيست. مين الاكثر مراوغات ناجحه؟ احمد جندوزي عامل 10 مراوغات ناجحه، وصديق اجوله برضو هم ابرز 2 السنه دي. الاكثر صناعه للفرص برضو احمد جندوزي عامل 12 فرصه وصديق اجوله 11 فرصه. الاكثر محاولات على المرمى جون ابوكا هو الاخطر بيروح على الجون كتير عامل 17 محاوله. نكمل الاكثر تمريرات صحيحه محمد شكري 191 تمريره. الاكثر تاكلينج محمد شكري برضو، ده دليل ان محمد شكري عامل اداء كويس معاهم. والاكثر فوز بالتحامات ثنائيه برضو محمد شكري 31 التحام.
هنشوف بالارقام. احمد جندوزي هو احسن لعيب في سيراميكا السنه دي ولازم تتم مراقبته بشكل كويس. بكره نستعرض ارقام جندوزي هنلاقي ان هو لعب اساسي 4 مباريات وبديل مباراه، هو اكثر من سجل اهداف في الفرقه 4، اكثر من صنع فرص 12 فرصه، عمل 10 مراوغات ناجحه بدقه تمريرات 80%، نسبه الفوز بالالتحامات 51%، وعامل 11 محاوله على المرمى منهم 7 صح. نبدا نجيب الحالات ونشوف تألق جندوزي السنه دي. زي ما قلنا ده هدف سجله جندوزي زي ما كريم كنت بتتكلم على الفينش، جوده اللمسه ده الاخيره في الداخليه. ده في الداخليه اللمسه الاخيره عند جندوزي هنا في بيراميدز. حلو قوي الجون ده، حلو قوي لما تابع الشناوي وقدر ان هو جندوزي هنا ميزه الجندوزي ان هو بيكمل جوه منطقه الجزاء هو ومحمد ابراهيم دايما الاثنين الارتكاز المساندين، وميزه جندوزي ان هو بيجي من تحت. يعني شوف هنا برده ده الجون في الداخليه برده بيجي من تحت بيبقى غير مراقب سواء جندوزي او محمد ابراهيم. اذا بكره لازم اللعيب الثلاثه الارتكاز اللي في وسط الملعب لازم يخلوا بالهم من تحركات احمد جندوزي. ايه اللعبه اللي بيلعب عليها كابتن ايمن الرمادي؟ دايما بيلعب زي ما انت قلت يا كريم على ان هو بيضايق المساحات وبيلعب كومباكت، بس بيعتمد على التمرير الطولي في ظهر الدفاع، وهنا لازم دفاع النادي الاهلي بكره يخلي باله. وقف الصوره دي، الصوره دي مهمه جدا. هنا مين اللعيبه اللي موجوده؟ ايبوكا وصديق اجوله وزلاكا. محمد ابراهيم من وسط الملعب بيعمل تمرير طولي في ظهر الديفنس، هم مميزين بالحته دي بالذات محمد ابراهيم وجندوزي. قلب كمل الصوره اللي بعدها هتلاقي الكره راحت انفراد، يعني ارتدت، وكانت ده كان التسديده اللي جا منها الجون في بدايه بيراميدز كانت بدايتها اصلا تمرير طولي. اذا سلاح السيراميكا بكره قدام النادي الاهلي التمريرات الطوليه. ده نفس اللعبه برده في الداخليه، مين اللي لعبها؟ جندوزي مش محمد ابراهيم. جندوزي برضو لعب تمريره طوليه ودى زلاجه ده الشوط الثاني. زلاجه ان ودى انفراد دي في الشوط الاول تقريبا، الشوط الاول ده الجون الاول ليه. ده الداخليه ده ناس ماتش الداخليه هم ليهم فرصه. عشان لابسين نفس الصوره بالظبط. لا عشان الداخليه لابسين نفس بيراميدز وهم ليهم فرصه. هنا يا كريم بص الاربعه اللي قدام او الخمسه اللي قدام الخطوره بتاعتهم ان هو تلاحظ ان هم كلهم دايما بيبقوا في العمق. مين الاربعه؟ محمد ابراهيم وجندوزي وصديق اجوله. بس خليك ثابت التكتيك قدام الداخليه غير التكتيك قدام بيراميدز. بس الاربعه 3-3. اي صح صح. بس اقصده مش بيطلع بنفس العدد ده قدام بيراميدز او الاهلي. طبعا هو هيروح زي ما انت كده جبت الصوره الاولى، وحلاوتها كمان ان جون ايبوكا لو تخلي بالك بيسحب واحد مع المدافع عشان زلاكا يقطع، عشان يسيب واحد يقطع من زلاكا يقطع. بص هنا برده الشكل هنا تلاحظ ان هي انا بتكلم في حته الايه الخمسه. طيب هم لما بيهاجموا الكره معاهم بيبقوا في خمسه قدام عندهم زياده عدديه جامده قدام. زلاكا بيبقى فاتح هنا، بص صديق اجوله زلاكا فاتح هناك، هنا برده نفس الشكل. يعني الخمسه اللي قدام ده نقطه مهمه ان انت هتلاقي هجوم من ناحيه مثلا جبهه اليمين الجبهه الشمال. هنا برده تسديده محمد شكري اللي هي الجون اللي جه في الدقيقه 92 قدام بيراميدز. محمد شكري واحد من اللعيبه الممتازه بالتسديد، وبصوا مضغوط عليه ازاي وبرده نجح ان هو يجيب الكوره. فهنا واحده من الحاجات المهمه جدا التسديدات. ما تديش فاولات لسيراميكا قدام منطقه الجزاء اللي محمد شكري مميز فيها، من الناس الممتازه جدا بالتسديدات. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع نشوف انفوجراف عن مشوار نادي سيراميكا في الدوري العام المصري. مباريات النادي الاهلي في شهر يناير او حتى شهر يناير. بالظبط احنا عايزين نقول ان النادي الاهلي لغايه شهر يناير هيبقى عنده تنافس في الدوري وعنده دوري ابطال افريقيا. طبعا البدايه في دوري المجموعات ان شاء الله ماتش مديمه في نهايه نوفمبر مع مونديال الانديه زي ما ثابت قال لنا المواعيد. وانا في وجهه نظري الفرقه في الوقت الحالي اكيد بعد الخساره اللي بطولتين في بدايه الموسم الوضع مش الطف حاجه. فاحنا كل المطلوب دلوقتي ان احنا ازاي نعدي في وجهه نظري لغايه نهايه الموسم ده بشكل كويس. النهارده اذا النادي الاهلي باذن الله حقق حاجه كويسه في المونديال الانديه، والنهارده ان شاء الله يعني لو ربنا كرمنا
نوصل بس السيمي فاينل الاول قدام فلومينيزي، وبعد كده طبعا نامل في حلمنا الكبير ان احنا نلعب جوارديولا في الفاينل. ده حاجه طبعا يعني حلم ما بعده حلم، تبقى احلى فينش للسنه دي. ليه بقول خصوصا وجه التحيه كابتن اسلام شهر ديسمبر؟ لان احنا ان شاء الله انا اعتقد النادي الاهلي برضو محتاج بعض التدعيم خلال يناير ان شاء الله عشان نقدر نكمل بقيه الموسم. بقيه الموسم احنا بنتكلم الفريق فعلا محتاج دعم، خصوصا في مراكز الفول باكس الخلفيه اللي هي جزء من هجوم النادي الاهلي. فلغايه احنا لغايه 1 يناير عشان يبقى انت النهارده عندك المساحه انك تدعم فريقك في فتره الانتقالات الشتويه. اعتقد الجهاز الفني واللاعبين محتاجين ان هم يبقى في سيستم نفس سيستم اللعب اللي كنا بنلعب بيه في بعض المباريات السنه اللي فاتت، وهو اللعب الاقتصادي. احنا في بعض المباريات بصراحه يعني مثلا زي مثلا مباراه سان داونز، في وجهه نظري هدف مبكر وهدف في الشوط الاول كان خلص حاجات كتير قوي، بس خلص يعني القدر الله ما شاء فعل. احنا عارفين في كده مباريات ربنا مش كاتبها لنا، مفيش مشكله. الدوري انا في وجهه نظري لغايه دلوقتي طبعا بصراحه التنافسيه مش في افضل حالاتها، بدليل النادي الاهلي عنده مباراتين مؤجلتين او اعتقد ثلاثه، لو كسبهم فرق على بيراميدز 5 نقاط، فرق على نادي الزمالك يعني المنافس التقليدي تاريخيا 10 نقاط، ده بنتكلم في ايه يا ثابت في اول 6 مباريات يعني. فالنهارده انت بتلعب الدوري بدون ضغوطات، هتبدا تلعب دور المجموعات. اعتقد دور المجموعات مجموعه النادي الاهلي السنه دي ما فيهاش ازمه كبيره، تقدر تحقق انتصار. يبقى النهارده يتبقى عندك الاختبار الكبير قوي قوي قوي، هو مونديال الانديه ومباراه اعتقد طبعا اكيد بنسبه كبيره مباراه اتحاد جده، انك هتلعب اتحاد جده في مدينته. فان شاء الله يعني يبقى الاستاد نص بنص، بس في وجهه نظري ان شاء الله ان شاء الله شكل النادي الاهلي بعد ابرام عدد من الصفقات في شهر يناير المقبل ان شاء الله باذن الله هيختلف ويخلينا نكمل الموسم. وليه لا؟ ان شاء الله باذن الله باذن الله نحقق نفس عدد البطولات اللي اتحققت السنه اللي فاتت. طيب اعرف من حضراتكم التشكيل اللي هيلعب بكره من وجهه نظركم. انا افضل طبعا في حراسه المرمى طبعا الشناوي واحد من الحراس العظام يعني، بس انا شايف ان مصطفى شوبير عنده فرصه كمان ان هو يروح منتخب مصر. في احتمال كبير قوي ان هو يروح منتخب مصر لو لعب مباراه، فانا اتمنى ان هو ياخد الخبره الدوليه وهو مقدم اداء الماتش اللي فات بشكل كويس جدا، فيبقى عندنا يبقى احنا كسبنا 2 حراس دوليين، يبقى عندنا الشناوي حارس مصر الاول وحارس منتخب مصر ومعاه كمان مصطفى شوبير. فانا شايف ديت يعني ان مصطفى كمان لو اخذ هتفرق معاه. ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم 2 مساكين، كريم الدبيس ناحيه الشمال بحييه على اداؤه في الفتره الاخيره، واتمنى ان كريم الدبيس يكمل على هذا الاداء، لان احنا كده بنكسب باك ليفت واعد عنده شخصيه النادي الاهلي، لعيب هجومي بيعمل عرضيات كتير، مكسب بصراحه في الجبهه اليسرى. الناحيه الثانيه اكرم توفيق، انا شايف ان الروتيشن يتعمل ما بين هاني وما بين اكرم هيريح كتير الاثنين اللعيبه سواء هاني او اكرم. هاني الماتش اللي فات بيسجل وعامل اداء كويس، اكرم الماتش اللي قبله قدام سان داونز عامل كان رجل المباراه، فانا شايف ان اكرم يحصل روتيشن ما بينهم، خاصه ان احنا عندنا ماتش الجونه يوم السبت. صحيح. عندنا الاربع سيراميكا والسبت. عايز برضه اوجه رساله لجميع اللاعبين ان ما فيش لعيب يزعل لو ما لعبش. يا جماعه انتوا عندكم احنا عندنا مليون ماتش في الموسم، يعني عندنا ماتشات كتير قوي. صح. لو ما لعبتش النهارده هتلعب السبت، لو ما لعبتش الاربع هتلعب السبت، ما لعبتش السبت هتلعب الاربع. نكمل بقيه التشكيل. مروان عطيه في المركز 6 قدامه كوكا وامام عاشور. انا شايف ان ديانج في الفتره الاخيره بدنيا متراجع شويه، فممكن كوكا ومروان عطيه وامام عاشور، الثلاثة اللي قدام تاو والشحات وموديست، وممكن طاهر برضو يخش في المنافسه لانه قدم اداء كويس جدا في الماتش الاخير. كريم، انا مش هختلف خالص عن التشكيل بتاع ثابت، بس اشوف ان اليو ديانج بالنسبه لي مهم جدا كورك ريت في نص الملعب، فاشوف طبعا يعني ثلاثيه اليو ديانج مروان عطيه وامام عاشور بالنسبه لي دي الثلاثيه الافضل، خصوصا كمان وجود يعني انا ممكن الناس تشوف ان مروان وديانج ساعات في بعض الميستيكس، لكن الاثنين كورك ريت مهمين جدا 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 في نص ملعب النادي الاهلي عشان بيدوك يعني انتشار في كل انحاء الملعب، حتى خصوصا وقت الهجمات المرتده. بس اتمنى برضو بكل امانه اشوف كريم نيدفيد في بعض اوقات المباراه اذا كانت النتيجه تسمح، لكن التشكيل هو هو يعني. طيب انا بشكرك يا احمد على وجودك معنا، شكرا جزيلا. شكرا كريم على وجودك معنا، شكرا جزيلا. غدا ان شاء الله في تمام الساعه 4 مباراه النادي الاهلي ونادي سيراميكا كليوباترا زي ما قلت لحضراتكم على ملعب المقاولين العرب، ما قبل المباراه بساعتين مع
الاستوديو التحليلي لشاشه قناه النادي الاهلي مع النجم الكبير كابتن ايمن شوقي في ضيافته مجموعه المحللين الموجوده في على شاشه قناه النادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.